في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك اجتمع القارئ حامد شاكر وبعض قراء الوطن العربي مما تعدى عددهم أكثر من 20 قارئ في أمسية دينية كانت الأقوى في هذا الشهر. كانت تلاوة حامد شاكر كالشمس التي أشرقت من وسط الظلام، مما أبهر الجميع من حيث التنقل بين المقامات القرآنية والطبقات الصوتية الجميلة. هيا بنا نستمع لتلاوته كيف تلاها. بسم الله الرحمن الرحيم. يا فيكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل ومن يبخل
الله الغني والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين صدق الله العليم.